هذا التقرير الإخباري بصوت الزميل سيف عبيدات. قالت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر يوم الخميس القادم بمنخفض جوي ترافقه كتلة هوائية باردة، وستكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد. وكما حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات مساء اليوم في مناطق البادية الشمالية والمرتفعات الجنوبية وتدني مدى الرؤية الأفقية.